هل تعتقد أنك واقع تحت برمجيات خفية؟ تابع هذا الفيديو لتكتشف بنفسك. قم بمشاهدة أوراق اللعب الأربعة التي أمامك واختر واحدة منها. هل قمت بالاختيار؟ حسناً، لنشاهد ماذا اخترت. إذا وقع اختيارك على فتاة الكوبا فأنت عرضة للتأثر بشكل كبير للبرمجيات الخفية. هل شاهدت السبب بنفسك؟ وإذا لم تقم باختيارها فأنت واحد من الأشخاص الأقلاء الذين لا تؤثر فيهم البرمجيات الخفية. لكي تتعلم كيف تغير شفرة اللاوعي الخاصة بك وتحمي نفسك من البرمجيات الخفية، قم بالاشتراك معنا والتعلم في أكاديميتنا.